بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم راح نشارك معكم نوع المسكوتة سهلة وبسيطة. نبدأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة نحتاج 4 بيضات، كاس تاع السكر، سكر العادي، سكر الأحرش، نحرك المقادير مليح، البيض مع السكر، ندير كاس تاع حليب، نفس الكيله اللي كيلت بها السكر نكيل بها الحليب. درت حليب تاع لحظه، نخلط مليح، وهذا المسكوته ما تحتاجش خلاط كهربائي ولا نخلطوها بزاف، وانما بالملعقه يكفي. ندير 3 ملاعق كاكاو بني، انا يعجبني هذا الكاكاو اللون البني خير من هذاك الكاكاو اللون تاعو رايح الاسود. ندير 1/2 كاس زيت، الزيت نقدروا نديروه ونقدروا نستغناو عليه، يعني كيف كيف. نديرو 1/2 كاس زيت تجي مليحه، نستغناو على 1/2 كاس تاع الزيت ثاني تجي مليحه. نحرك مليح، هنا واش ندير؟ ندير 2 كيسان تاع فارينة ثاني بنفس الكيل، وندير 2 ساشي تاع خميرة، خميرة فورية. ونحرك المقادير الكل مع بعضها، نحرك المقادير مليح. نحصل على هذا الخليط المتجانس، والمسكوته هذه سهله وناجحه 100%، ما تحكمش ليد، المكونات تاعها سهله وبسيطه. هنا في هذا المول ندهنه بشويه تاع الزيت ونرش عليه الفارينة باه ما تلزقليش المسكوته تاعي، واللي يحب يدير كما نقولوا احنا ورق الزبده يدير، ليسونسيال نديرو اي حاجه باه ما تلزقناش المسكوته بعد ما تطيب. رايحه نفرغ الخليط في المول، هذا الشكل هذا. ودوك رايحة ندخلها في الفور، ندخلها طيب من تحت، وبعد ما طيب من تحت نعود نشعل عليها من فوق، وهذا هو الشكل تاعها. بعد ما طابت قلبتها وحطيتها في طبسي، هذا تجي خفيفة وفيها ريحة تاع شيكولا، راهي دايرة حالة في الدار. هنا واش درت؟ شربتها ب اللي عنده حليب بالشيكولا يدير، اللي عنده الحليب وحده يدير، المهم هذه المسكوتة هذه تحب لازم نشربوها.
طريقة التزيين اختيارية. أنا التزيين به زينتها بالشيكولا، خدمتها في الدار، درت لحظة تاع الغبرة، ودرت معها شوية تاع الماء، شوية سكر، ودرت معها شوية كاكاو، وخلطت مليح بارد في بارد. تحصلت على شيكولا تاع الطلي، وهي اللي حطيتها في الوجه تاع هذا المسكوتة اللي درتها، والحمد لله رب العالمين جات خفيفة وبنينة بزاف. نقول الحمد لله رب العالمين. كما قلت زينت الوجه تاعها بالشيكولا تاع الطالي، جات خفيفة بزاف ومشربة. نقول إن شاء الله ربي يجعلها نعمة دائمة ويحفظها من الزوال، والحمد لله رب العالمين.